أنا التزمت بأخلاقة الحياة. نعم. يقول لك الحبس 30 سنة بزاف على واحد 30 سنة قليل، لأن مس القوت نتاعنا البساطة. وخذينا قوانين رادعة. وكثير من الناس راهم نادمين اليوم. شحال تربح في المضاربات؟ تربح مليار. راك سمحت في ولادك وعندك 30 سنة انكومبريسيبل. إذن لازم القوانين تاعنا تتطبق والناس إن لم تستعي فهل ما تشاء. دوك الإنسان اللي يديرها عمدا وما نستبعدش باللي فيه ناس مغديتهم العصابة، وما نستبعدش أن هذه أمور من البديهيات تاع خلق عدم الاستقرار. فيه مدارس كلكم تعرفوا واش راه الأليان دي واش راه الآخر واش راه الآخر. يجوا في الليل يلموا كاع السلعة اللي في الحوانيت ويرموها في البحر ويخلقوا مجاعة، وتخرج الناس للشارع وهذا ويسهل الانقلاب ويسهل كذا ويسهل كذا. إذن العصابة اليوم عندها أموال طائلة راه تدور، أموال لا تعد ولا تحصى. حاولوا يشروا الصحفيين، حاولوا يشروا هذه، حاولوا يشروا، إلا من رحم ربك. اليوم نقصد الحمد لله، ولكن ما زال خايفين، لأن عارفين اللي تحكم يندم على طول حياته على الشيء اللي داره. المجتمع تاعنا لازم يسترجع الأخلاق نتاعه.